بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مثال جديد على الفايلز والاي او برضو. الاكزامبل الغرض منه نعرف يعني ايه الفايل كونتنت، محتويات الفايل. في ناس بتبقى حابه ان هي تعمل مثلا ايه كود بيعمل ملف وورد مثلا، او ملف بي دي اف، او ملف اكسل، او ملف مش عارف ايه، ملف كود، ملف. كل ملف وله طبيعه، كل فايل وليه ايه وليه طبيعته. فانا عايز اوريكم الفكره دي بحيث ان انا هعمل بس اخد اسم الفايل اللي اليوزر عايزه والكونتنت اللي هو عايزها، وافهمكم الفكره ان المحتوى الداخلي لاي فايل ليه استراكشر غير اللي انت بتشوفه. يعني لو انت عايز تعرف ملف الوورد مثلا شكله عامل ازاي، او تفاصيل نفته داخلين عامله ازاي، افتح ملف نوتباد كده من ستارت ونوتباد، وافتح اي فايل وورد عندك شده وحطه جوه النوتباد. هتلاقي ان مش النص اللي انت بتشوفه في جوه الوورد ده هو ده بس المحتوى بتاع الفايل، لا، في حاجات كتير جدا لازم تتكتب. فعلى حسب الفايل اللي انت عايز تعمله لازم تكون فاهم طبيعه الفايل. خلاص، انا عملت ايه لغايه دلوقتي؟ عملت برينت، قلت له انتر فايل نيم او الباث طبعا لو عايز يكتب مسار كامل، والاكستنشن بتاع الفايل، وعملت فاريبل سميته فايل باث، وهعمل ريد لاين لليوزر هيدخله. وقمت عامل ايه، عرفت فاريبل سميته فايل، والفايل دوت هيكرييت على الفايل باث اللي دخله اليوزر. وبعد كده هعمل لوب قريبه جدا من اللي احنا عملناه قبل كده، كانت بتاخد من اليوزر تكست بس هغير فيها شويه حاجات، فعايزك تركز فيها عشان يبقى فيها اختلافات. قلت له do you need to add text to your file، انت هتضيف تكست بعد ما عملت الفايل خلاص، واخد الكومنت هيدخلها سواء كانت كلمه يس او كلمه نو، واشوف لو يس هعمل بقى ايه، ان انا اضيف تكست للفايل، لو نو خلاص مش هضيف تكست للفايل. ولو ضفت تكست للفايل معناه ان انا عايز اعمل لوب تاني عشان اشوفه، ممكن يكون عايز يدخل سطر كمان، لو نو خلاص الموضوع انتهى. فعملت فاريبل سميته كونت، ده الفاريبل ده بتاع كونتينيو يعني لو عايز يكمل، وده بطبيعته فولس الا لو اليوزر كان ده كان قال يس عايز اضيف نص. في الحاله دي هخلي قيمه الكونت دي تبقى ترو تاني عشان احتمال يكون عايز تاني وعايز تالت. فقلت له اف ان اليوزر دخل واي سمول او واي كابيتال، هبرنت لاين ليه بقى، هبدا اساله دخل لي بقى السطر اللي انت عايز تكتبه جوه التكست. فقلت له انتر يور تكست وبعد الواي اللي بعد اليس يعني، وعملت فاريبل سميته تكست، وقلت له ريد لاين هيبدا يريد اللاين اللي اليوزر دخله. انا قلت له انتر يور تكست هيدخل تكست، هبدا اخد منه التكست اللي اليوزر دخله، واقول له فايل دوت ابند تكست، ابند عشان يضيف على التكست اللي كان موجود عشان ما نمسحش. فقلت له فايل دوت ابند تكست، واكتب الفاريبل اللي هو التكست اللي لسه اليوزر مدخل فيه القيمه، او اللي انا اخدت من اليوزر وحطيت فيه القيمه. تلاحظوا انا عملت ايه، التكست وجبت سبت بعدها سبيس، او ما سبتش بعدها سبيس، زي ما هسيب زي ما هيطلع في التكست في الفايل. فانا سبت بعديه سبيس، يبقى كده النص اللي هيدخله اليوزر وانا بقاد عليه ايه سبيس. واقول له فايل دوت ابند تكست، بس عايز اعمل حاجه كمان بعد ما يكتب اللاين، انا بعد ما يكتب السطر انا خلاص بقى هساله، بس قبل ما اساله انا عايز اعمل لاين جديد. فمهم الحته بتاع سيستم دوت جيت بروبرتي، علشان مفيش عندنا سلاش ان هنا في الكوتلين زي جافا وزي اغلب اللغات اللي هي السبيشال كاركتر. لا، هقول ايه فايل دوت ابند تكست، قلت له سيستم دوت جيت بروبرتي حاجه اسمها لاين دوت سيبريتور. لاين دوت سيبريتور دي بتعمل لي ايه، زي انتر. لاين دوت سيبريتور دي بتيكوال انتر خلاص، او ريتيرن ساعات بيسموه. فايل دوت ابند تكست خلاص، يبقى كده هيكتب النص اللي هو اليوزر دخله، واقوم دايس انا انتر لي، واخلي الكونتينيو ايه ترو. وطبعا وايل طول ما الكونتينيو ترو يعني عايز يكمل، ارجع تاني اقول له طب انت عايز نص تاني جديد، يخش في وهكذا وهكذا وهكذا، كل اخد منه سطر وادوس انتر، اخد منه سطر وادوس انتر لغايه ما اشوف. مثال بسيط جدا عادي يعني، ما فيهوش جديد كتير يعني، حاجات بسيطه. بس الفكره بقى انا عايز اتكلم على المحتوى. فانا هديكم مثال على فايل اسمه جيسون خلاص، وده ليه تنسيق معين. فقلت له مثلا ام دوت جيسون، الفايل ده محتوياته ليها شكل معين. قال لي انت عايز تضيف تكست؟ قلت له يس. قال لي طب ضيف. قلت له بص، الفايل ده لازم يبدا بعلامه الايه، الكيرل بريسز. فعملت له ايه وخدت سبيس بعديها، وقلت له ام باندرسكور مثلا اي دي وايه كولون يعني بتساوي 15 وكوما، دوس انتر، ده كده لاين هينزل في الفايل ده لاين. هتضيف تكست ثاني؟ قلت له يس، نص سطر ثاني يعني. قال لي ده بدخل، قمت واخد سبيس وقلت له خلاص يبقى السبيس ده هتنزل اي نيم وكولون، واكتب الاسم ما بين سنجل كوت، ده نظامه كده. فانا لازم امشي بنفس التنسيق بتاعه، الا الفايل مش هتقري، او الفايل هيبقى فيه ايرورز او هيبقى كوربتد يعني. لو انت جربته وعملت الكلام ده مثلا في وورد فايل، هتلاقي الفايل مش الوورد مش قادر يقراه، يقول لك كوربتد فايل.
بعد كده بتقول له ايه الاتش بيز اسف الاتش ديت اللي هو الهاير ديت يعني قلت له ايه عشان شغل بيج داتا بس الهاير ديت 1/1/2000 قال لي طب انت عايز تدخل تكست ثاني قلت له يس قلت له مثلا تعال ندخل كمان السالري بس ما خدتش سبيس في السالري ودخلت اي رقم دوس انتر كده دخلت شويه خلاص كده قال لي اخر حاجه قلت له اه هعمل يس عشان بس احط اقفل القوس لازم اقفل القوس في الفايل ده هكمل قلت له لا خلاص مش نو نو اي حاجه خلاص هو هيرفض بس بعيد عن الواي قال لي البيانات السيفت هعمل ايه اروح افتح الفايل واتاكد ان البيانات السيفت اعمل ايه كليك يمين واقول له شو ان ايه شو ان اكسبلور شو ان اكسبلور كليك يمين وشو ان اكسبلور اطلع بره الفولدر انا ما حددتش طبعا مسار معين فهو هيرمي في المكان اللي احنا بنكتب فيه الاكواد يعني الفولدر الرئيسي امبدو جيسون هو افتحه هيفتح طبعا بالبرنامج اللي مختص بفتح ملفات الجيسون عندك على حسب انت عندك ايه فانا فتح عندي فيجوال ستوديو كود وتلاحظوا السبيس موجوده اللي على سطر على سطر رساله من غير سبيس زي ما هو طبعا تعمل فورمات تعرف تشتغل عليه مفيش اي مشكله خالص في الفايل فتح مفيش مشكله عايز اجرب برده نفس الفكره في ملف تاني بيفتح على الاكسل بس ليه تنسيق بسيط فعشان كده عايز اجربه معاكم طبعا انت ممكن خلاص الفايل كده انت تجرب لو انت عندك اي فايل وعارف تنسيقه هتعرف تشتغل على على البروجرام الصغير اللي عملناه بس انا هعمل ملف اسمه imp.csv csv ده فايل معروف جدا وبيفتح على الاكسل شيت وبيفتح اكسل بس ليه تنسيق في الكتابه معين عشان يفتح معاك هنستخدمها فقال لي انت عايز تدخل تكست له اه بس هنا طبعا كل كولون انت عايز ترمي فيه في الاكسل لازم يكون ما بينهم كوما هو ده الفكره بتاعته اي دي كوما اي نيم كوما بديت كوما كده السالري كوما والى اخره خلاص كده قال لي عمل كده دوست انتر كده عمل لي لاين في الاكسل هتعمل كمان لاين قلت له ماشي هبدا ادخل داتا بقى كان دي الداتا بتاعت التيبل يعني فقلت له واحد مثلا ومش بسنجل اكتب عادي كل حاجه كده عايز تكتبها الكوما يفهم ان الكولوم خلص كولون خلص فقلت له عدد السبور مثلا ده في كولون كوما 1/1/2000 كوما اي سالري ندخل واحد كمان عشان تبقى عمليه واضحه عشان باساس ان انا عندي اربع اعمده وسطرين فيهم بيانات وسطر العنوان يعني ثلاث صفوف واربع اعمده يعني فقلت له 2 كحيل مثلا وتاريخ ورقم هتدخل تاني تقول لا خلاص وتعالى نشوف الفولدر كده لقيت الامب.csv اهو دبل كليك فتحوا لي بالاكسل عادي وادي الداتا موجوده الداتا عندي موجوده والكولومز بتاعتي مظبوطه والروز وكده فتحناها على الاكسل شيت وهكذا تقدر تعمل بقى على حسب انت تكون فاهم الكونت بتاع الفايل انت بتكونه بيبقى محتاج منك ايه